أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الاثنين إن ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد، مشيرا إلى أن هناك تعطيلا متعمدا من قبل الميليشيا الحوثية لتحركات المنظمات المدنية. وقال العقيد ركن طيار تركي المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض إن ميليشيا الحوثي أنشأت معسكرات تدريبية لعناصرها الميليشاوية في محافظات صنعاء وذمار والمحويت وريمة لتعزيز عناصرها في الحديدة في عرقلة حوثية مستمرة لتنفيذ اتفاق السويد. وأوضح المالكي أن طائرات التحالف العربي وبناء على معلومات استخباراتية استهدفت بدقة معسكرات تدريبية للميليشيا في كل من ذمار وريمة ومحافظة صنعاء والمحويت، والذي أدى إلى مصرع العشرات من الحوثيين. وأكد العقيد المالكي أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 1081 خرقا منذ ديسمبر الماضي، وتعمل على نقل الأسلحة والعناصر إلى الحديدة بشكل متكرر، كاشفا عددا من الخنادق والاستحداثات العسكرية الحوثية في المناطق المحيطة بميناء ومدينة الحديدة، وذلك في اختراق واضح لبنود اتفاق السويد ووقف العمليات العدائية، مستعرضا عددا من الصور التي رصدتها طائرات الاستطلاع والتي تؤكد مضي الميليشيا في إعادة التموضع واستخدامها للأحياء والأعيان المدنية دروعا بشرية. الصور التي أمامكم من منظومات الاستخبارات تثبت وجود أيضا المقاتلين في محافظة ذمار في وادي الشهداء، كما تشاهدون على يمين العرض النقاط التي تقوم فيها الميليشيات الحوثية ببناء معسكرات المقاتلين وتخزين الأسلحة. أيضا في محافظة ريمة مديرية بلاد الطعام تشاهدون أحد المعسكرات التي تم الاستهداف من قبل قيادة القوات المشتركة، وهي عبارة عن مخازن أسلحة ومقاتلين وخيام وتموين. أيضا في محافظة صنعاء مديرية صعفان أحد معسكرات التدريب، كما تشاهدون هي منطقة خالية لا يوجد فيها أي نمط حياتي من المدنيين أو من السكان. في أسفل الشريحة تشاهدون عملية التدريب من قبل المدربين للمجندين والمقاتلين الذين يتم الزج بهم وتحريكهم إلى محافظة الحديدة. هذه بعض الأمثلة أيضا في مدينة الحديدة على استمرار اختراقات الميليشيات الحوثية. هناك خنادق البعض يصل منها إلى تقريبا 4 كيلومترات داخل مدينة الحديدة، وهي عمليات مستحدثة وأيضا مستمرة من قبل الميليشيات الحوثية. هذه بعض الخنادق، وهذا خندق بطول أو مسافة 1.200 متر. تلاحظون ما تقوم به الميليشيات الحوثية من اتخاذ الأعيان المدنية، وهذا متصل تقريبا إلى البوابة الجنوبية لميناء الحديدة. هذه أيضا بعض النشاطات الميليشيات الحوثية ليس فقط في مدينة الحديدة ولكن أيضا في منطقة الصليف وشمال مدينة الحديدة. هذه بعض الأمثلة ووجود آليات الحفر من قبل الميليشيات الحوثية.